وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم رائدة الأعمال اليمنية منى هلال. أهلا وسهلا فيك معنا منى اليوم. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يحييك منى. منى بداية نحب نتعرف عليك، من هي منى هلال؟ أنا مواطنة يمنية أعيش في بلد الاغتراب منذ فترة طويلة. عندي شغف بالأزياء اليمنية التقليدية. ساعدني هذا الشغف إني أفتح أو أسس مشروع اسمه Arabian Luxuries. ساعدني أيضا في أقف على هذا المشروع ويعني أتابع تطوره، أنه درست واستفدت من خبرتي في ومهاراتي في مجال التصميم والإدارة. جميل، يعني تخصصك الدراسي تصميم أيضا؟ نعم، تصميم معماري داخلي، هندسة معماري داخلي. رائع. لو نتكلم عن قصتك مع ريادة الأعمال وتصميم الإكسسوارات والأزياء، متى البداية وكيف كانت؟ البداية كانت في 2017، أكتوبر 2017 بدأت بتصميم الإكسسوارات اليمنية التقليدية وإرسالها من اليمن إلى ماليزيا. بعدها أضفت أو أدخلت المصر الطالعي الصنعاني بكل إكسسواراته، واشتهرت بهذا المصر أو التصميم بين اليمنيات هنا في ماليزيا. بعدها في 2018 دخلت على الأزياء اليمنية التقليدية، ولكن قدمتها بشكل معاصر وفخم أيضا. طيب بنتكلم عن هذا الموضوع وقت لاحق، لكن الآن لو تكلمينا عن من منذ بداية التأسيس وحتى الآن، إيش العوائق اللي واجهتك وكيف تخطيتيها؟ والله يا عزيزتي، أنا أحب أن أسميها تحديات أفضل من عوائق، لأنه عادة التحديات بتحفزنا أنه نبحث أكثر، نجرب، نستثمر في المعرفة، نطور، نحسن، حتى تصبح هذه العوائق إذا سميتيها أو نسميها تحديات تصبح فرص. وإيش كانت هي العوائق طيب؟ أو التحديات؟ طيب بالنسبة لهذا التحديات، تقدري تقولي الإبحار في المجهول، اللي هو الإجابة على أسئلة مثل ما هي السلعة التي ممكن أخدم بها الناس، ما هو الاحتياج الموجود في السوق، أيضا ما هي الميزة أو التنافسية أو القيمة المضافة اللي أنا ممكن يعني أعطيها للزبونة وتكون مختلفة عن الموجود في السوق. أيضا التسويق، التسويق كان جدا يعني ما زال في المجهول، يعني ايضا ايجاد يعني في التنفيذ، ايجاد الايدي الماهره لتنفذ التصميم كما هو يعني في الخيال او كما اتمنى او كما هو مرسوم. فطبعا التجربه كان فيها، خلينا نقول، التجربه والخطا حتى يصل الانسان الى نتيجه يعني هو راضي عنها. طبعا يعني انت تدوري مثلا على الاقمشه اليمنيه، الاكسسوارات اليمنيه، طبعا في الاخير انا استفدت من المتاح، لانه صعب الشحن من اليمن الى ماليزيا بسبب ظروف الحرب كما تعلمين، يعني والحصار مؤلمه ومتعبه للجميع، فما بالك اذا كان الغرض التجاري يكون صعب اكثر. صحيح. استفدت من الموجود في السوق يعني، وبحثت عن الخياط الافضل والاحسن، حتى يعني وجدت، ما زلت في حالة يعني بحث، وتعاونت مع بعض المصممات اليمنيات المبدعات حقيقة، يعني مثل الأخت فخورة عبد القادر ومايس أفدمي. واليمن مليئة يعني بالمواهب والإبداعات يعني التي تنتظر الفرصة فقط. وصدقيني لا يوجد عمل متكامل إذا كان عمل فردي، أنا أؤمن جدا بالعمل الجماعي. جميل جميل الروح الرياضية والنفسية اللي في عندك، اللي تتكلمي عن المصممات الأخريات بهذه الطريقة. طيب أنت الآن تعملي كمصممة أزياء يمنية وبطابع عصري مثل ما قلتي، من فين تجيك الأفكار؟ ما الذي يلهمك؟ سؤال جميل. ما الذي يلهمني؟ البحر الزاخر الذي تجود به اليمن، يعني من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه. اليمن يعني كون الإنسان من هذا البلد هو أعتقد محظوظ، لأنه يركن إلى مخزون هائل جدا. يعني إذا تكلمنا عن الأزياء مثلا، فيعني
مثل ما يقولوا عدي واغلطي، يعني اليمن مليئة جدا بالتصاميم اللي مثلا الزي التعزي، الزي الحضرمي، الزي الصنعاني، اليافعي. أنا مدهوشة، يعني أنا كلما تعمقت أكثر كلما حسيت إنه أنا يعني مغمورة جدا جدا بفيض لا ينتهي من الفنون والتطريز والأشكال والتفصيل والتصميم. يعني من أين ألهم؟ ألهم من طبيعة اليمن، من مدن اليمن، من أهلنا، من ذاكرتنا، المخزون اليمني اللي الزاخر اللي موجود عند كل إنسان. فاليمن هي مصدر إلهامي حقيقي. جميل، لو أني غلطانة قولي لي أو صحيحي لي، أنت قبل قليل قلت إنك الآن تعملي أزياء صنعانية وإكسسوارات صنعانية، بتبقي على الأزياء الصنعانية والإكسسوارات الصنعانية ولا بتنتقلي إلى المحافظات الأخرى؟ لا لا، عفوا حبيبتي، أنا ذكرت أنني بدأت بالزي الصنعاني، أو حتى يعني اشتهرت بالزي الصنعاني بحكم التربية والبيئة وبيئتي اللي أنا منها. بالعكس، يعني أنا صممت زي حضرمي، يعني أنا أتصور أنه الزي الحضرمي مؤهل أن يصل إلى العالمية، لأنه استمد من ثقافة البلد ومن بيئة البلد، ولم تدخل عليه ثقافات أخرى. يعني بالعكس، أنا منفتحة، ويمكن أن تشاهدي في صفحتي تصاميم مختلفة من مدن جميل، يمنية مختلفة، لها يعني فخر هذا انفتاحك، بالذات. هل يقابله انفتاح من قبل الماليزيين مثلا؟ يعني انت مستقرة في ماليزيا الآن، تلاقي إقبال من الماليزيين او صحيح، غير اليمنيين الأزياء التي تصممينها؟ سؤال جميل. حقيقة الحمد لله، بفضل الله، كان آخرها عروس ماليزية صممت لها يعني زي للعرس يعني، وهي طلبت واختارت قماش المصون، إذا تعرفيه قماش المصون اليمني، وذلك لأنها من أصول يمنية. نعرف أن الماليزيين هنا كثير موجودين من أصول حضارة يمنية، فعلا. صحيح، حضارة، وأيضا كمان من مدن أخرى. تتفاجئي، يعني في جارتنا مثلا أصولهم من أب، يعني سبحان الله، تفاجأت. اشترت مني سيدة من سنغافورة. صحيح صحيح، طيب اشترت منى روح، مني سيدة من سنغافورة، ها تفضلي منى. من الكويت، سيدة كويتية، سيدة إماراتية. طبعا أشحن لكل مدن العالم، أو عفوا دول العالم، كندا، أمريكا، بريطانيا، هولندا. الغالب طبعا يمنيات مغتربات، لكن الحمد لله تصاميمي تلقى استحسان من أخواتنا في الدول العربية، اللهم لك الحمد. طيب طالما تكلمنا عن الأزياء وتكلمنا عن العروسة الماليزية، نروح نشوف بعض الصور ونرجع نتكلم من جديد. فعلا منى، تصميمات مميزة ونقلة عصرية فعلا، لكن هل تلقيت انتقادات غريبة مثلا انه احد قال لك تهددي التراث اليمني؟ للأمانة أول مرة أسمعها، يعني ما سمعت هذا التعليق. جميل، بالعكس، الحمد لله، الاستجابة من بناتنا وأخواتنا يعني الحمد لله مشجعة، وبالعكس يعني هم يلهموني أكثر، بيرسلوا لي رسائل إنه صممي الزي اليافعي، صمم، والكثير صراحة يجمعوا على شكوى واحدة، وهي اللي خلينا نقول كانت سبب إنشاء هذا المشروع. مثلا بالنسبة للأزياء، أنها مش عملية ومش مناسبة للعصر الحالي، يعني يا إما تكون جدا قديمة، أو جدا يعني صعب إن واحد يلبسها، ثقيلة أو كذا، فهمتي؟ فبالعكس يعني الحمد لله، يعني كل فيدباك أو يعني تقييم أجده مشجع، وحتى لو يعني سبحان الله الآخرين لا يجمعوا دائما على رأي واحد، هذه طبيعة الحياة، مش مشكلة. يعني إذا هذه أكبر نقطة لصالحك. أنا طيب أجتهد وأحرص، ألتزم جدا بالحفاظ على الهوية، على فكرة، جميل، اليمنية، ألتزم جدا. يعني بالنسبة لي هي رسالة أكثر مما أنه
مشروعي مشروع تسويقي ترويجي، هو بالأساس مشروع تثقيفي تعريفي. رائع، طيب لو تكلمينا أكثر عن هذه الرسالة. جميل. هذه الرسالة أعتقد تخص كل اليمنيين، هي حق مشاع لليمنيين جميعاً، ولا تقتصر مثلاً على الأزياء فقط. كما قلت لك في البداية عزيزتي، يعني سبحان الله، الإنسان اليمني يركن إلى ورث عالي جداً من الجمال والفن والأصالة، حضارة تتكلم عمرها آلاف السنين، أكثر من 10,000 سنة. أتيتي للأزياء، للمعمار، لطريقة الاحتفال، للحياة، حياتنا زاخرة جداً، لكن لم تتح لها الفرصة أن تظهر للعالم بشكل لائق يليق ببلد كانت بلد الملوك والملكات، بلد الحكمة، بلد الفن، بلد الجمال، بلد الخيرات. يعني أنا أساهم ولو يعني على قدر يعني مجهودي وما أستطيع، وبكل ما أستطيع أنه أغير نظرة العالم تجاه اليمن. اليمن يملك الخيرات ويملك الجمال، وبلد الأصالة والفن والثقافة، بلد ضخم حضاري صراحة. يعني هي رسالة لا تنتهي، ينتهي جميل. العمر ولا تنتهي. جميل جدا. إلى جانب كونك مصممة أزياء، لديك نشاطات تقومين بها، لو تكلمين عن هذه النشاطات. حقيقة أنا شغوفة جدا بالقراءة، في أي بيئة أتواجد بها أحرص أنه أنشئ صالون ثقافي. ففعلا أنشأت صالون ثقافي أول ما جيت ماليزيا، مش أول، عفوا، يعني بداية ما تكونت جالية يمنية كبيرة من الأخوات اليمنيات، السيدات اليمنيات، هذا كان في 2016، ومستمر حتى الآن. يعني نجتمع كل سبت، مجال قراءتنا هو في التنمية الذاتية والتغيير من الداخل. اهتماماتنا هي في التطوير يعني الذهني، الفكري، النفسي، الصحي، المهني، وفي أعمار مختلفة في هذا الصالون، لكن نجمع دائماً على مسألة الاستفادة والتغيير، وفعلاً جميعاً لمسنا هذا الأثر في حياتنا، سواء الشخصية الخاصة، الأسرية أو المهنية. جميل. طب لو تتكلم بشكل عام، ريادة الأعمال في اليمن وخاصة للنساء صعبة وقليلة التجارب، الأسباب برأيك؟ والله يا عزيزتي، الجميع كما تعرفين، يعرف الجميع الظرف والوضع في اليمن اليوم. يعني اليمن يعني يعيش معاناة، يعني معاناة حرب وظروف حرب. لك أنت يعني معروف كيف ظروف الحرب، وبالذات اليمن خاصة. مع ذلك للأمانة أنا أرى تجارب برغم هذا الظروف، برغم هذا الحرب والحصار، إلا أنه توجد تجارب تسر الخاطر وتقر العين. يعني حقيقة أنا يعني يثلج صدري لما أتابع صفحة، ما أدري إذا تعرفوها، اسمها سيدات الأعمال، صفحة في الفيسبوك اسمها سيدات الأعمال اليمنيات أو الناجحات أو سيدات الأعمال اليمنيات. هذه الصفحة موجودة يعني في اليمن، أشوف المشاريع حقيقة تقر عيني. يعني مشاريع على مستوى، خلينا نقول، اللي هي المشاريع الصغيرة المتوسطة، يعني حقيقة مش مسألة مبهرة، ولكن في هذا الظروف كلها توجد الإتقان والشغف والحرص والاهتمام والتحسين برغم الظروف القاسية. عكس كلنا نتعلم منهم حقيقة. من خروجك من اليمن، إيش اللي أضافه لك ولمشروعك؟ سبحان الله، يعني كل شيء له جانب إيجابي وجانب سلبي. طبعاً عندما تتكلمي عن الاغتراب والبعد عن الوطن والأهل والبيئة وهذا الكلام، لكن من الجانب الإيجابي دائماً الإنسان عندما يغترب وينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى، أنه يضيف معارف جديدة ويضيف خبرات جديدة وينفتح على العالم، ويجد سبحان الله أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان. يعني أنا أتصور أنه رسالتي في الأزياء هي أيضاً التقبل والتعايش، ويعني التعرف على التنوع الذي خلقه الله في كل مكان، وأيضاً الاستفادة من يعني ما وصلوا إليه الآخرين، وأن ينطلق الإنسان مما وصل إليه الآخر، وينفتح أيضاً على الثقافات. جميل. وطموحك مثلا بعد 5 سنوات، فين تشوفي منى هلال، وماذا عملت وماذا ستعمل؟
والله حقيقة إن هذا المشروع بالذات Arabian Luxuries أتمنى إنه يعني أنشئ برنامج بحثي يختص بالأزياء اليمنية، يعني يوثق ويؤصل إلى يعني يتحدث ويؤصل بشكل خلينا نقول احترافي ومهني، يعني تصميم الأزياء اليمنية، مصادرها يعني من المدن المختلفة، من حضرموت، سقطرى، المهرة، يافع، تعز، صنعاء، كل المدن اليمنية، حتى يكون مرجع للأجيال القادمة، لأن إحنا حقيقة بنتعب إنه نعرف من فين جاء هذا الزي وما قصته وكذا. هذا يعني جانب من طموحي. الطموح الآخر أن أشارك في معارض دولية كي أظهر الزي اليمني بفخامته وجماله حتى يصل إلى العالمين. نعم، الطموحات. يعني نعم، هذا من الطموحات. أيضا أن يعني أصل بالزي اليمني أن يدخل إلى الإنتاج المنتظم، بحيث أنه يكون في متناول الجميع، متناول الإنسان اليمني وغير اليمني. وأيضا أن أصدر مجلة إلكترونية يعني تتحدث عن الزي اليمني وتشهره وتنشره باللغة العربية والإنجليزية. وفعلا قد تم إصدار مجلة Arabian Luxuries في موقع إيشو، تجدون الرابط حقها في الصفحة. جميل جدا، رائدة الأعمال ومصممة الأزياء والإكسسوارات اليمنية منى هلال، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا، أنا أيضا أشكركم وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك.